الخير خويا. دونك الاول ان شاء الله غادي تكون اول تبحيره بالنسبه لهذا العام هذا، وغادي نتقاسموها معكم على كيما تنشوف. يلا هبط من الدار ديال الموجي ديال النعاس، ولكن ماشي مشكل، دابا غادي نمشي ندوز عند بروف واحد. يلا انا اخويا ركبت في الطوموبيل ان شاء الله بدايه الرحله. اول محطه هي بروف موعد، صافي غنتلاقاو عنده، ومن تما ان شاء الله غنديروا الديبار للبحر. سلام. انا دابا راني وصلت لعند استاذ موعد في حي الرحمه. كما تشوفوا الاستاذ موعد التوقيت ديالو الزيرو، دايرين مع 7 الروب، هو باقي ما نزلش. قال لك حقا ما حقا مازال ما جابوش الحولي، فهمتوا دوك الاستوار ديال هكا وهكا، وراه مازال ناعس. نمشي نفيقوه شي شويه الكلاكسون ونرجعوا لكم. بروف موعد جاي على السلامه. بروف موعد مرحبا بك، صباحك مبروك، بقى تجي في الوقت. صباح الخير الدراري، تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. هو الاستاذ وسام معكم تيحييكم. دونك دابا راه تقريبا 7:30، يلا شدينا الطريق. حنا دابا تقريبا حدا باب المريصه، الناس السلاويه راه تيعرفوا البلاصه. ان شاء الله غادي نتبحروا ان شاء الله التبحيره الثانيه في هذا العام، ولكن الاولى معكم في اول فلوغ ان شاء الله في لاشين ديالنا. حسبتش هادي عرفتي علاش؟ اول تبحيره نتقاسموا معاهم يدا من ورا لي زيكزام، من ورا داك الخدمه، من ورا التماره. دونك بيس ليكم الدراري وخليكم معنا. وصلنا نفطروا دابا ان شاء الله. خوتي صباح الخير، حنا دابا راه صباح الخير في عين المكان، تنفطروا في سلا المدينه في احسن سناك في العالم. المهم من مورا الفطور هذاك ان شاء الله غادي نتبحروا في احسن بحر اللي هو البحر السوداء. وندوزوا معنا ان شاء الله احسن نهار. قول لهم قول لهم مرحبا بكم الدراري على الفطور. مرحبا استاذ موعد، شو وجه رحب بكم. قبلوا علينا مرحبا. احنا الخوت وصلنا، رحنا في عين المكان. الاستاذ معاد عبد الله قرطاسي احسن سيس في العالم اللي بغى يلعب شي ماتش كذا، واخوتي واحد السيس كونفيونس. مرحبا. تعطي 20 درهم يرد لك سير بلاصه واحد الماتش ديال الكره. مرحبا. المهم رحنا دابا في البحر ديال سلا، احسن بحر في العالم. كاين بعض الناس اللي ما تيعجبهمش، انا تيعجبني بزاف. عذرهم وعلاش؟ لا بغيتي تعرف البحر ديال سلا ديال بصح، سير ليه في الصباح اخويا، انت تبقى ديالك بوحدك بحال كاري بلاج بريفي ياك استاذ موعد. الله يحفظك، تحيه لكم الدراري وتحيه للشمس من هذا المنبر. خوتي تنتمشاو في الرمال الذهبيه ديال شاطئ سالا. استاذ موعد عجبو واحد الكلب، بغى يقشب معاه شويه. تتشاب. هو عبد الله. خوتي راني قررت انا وبروف موعد غنديروا واحد الماتش ونشوفوا شكون اللي غادي يربح. يلا خليكم معنا شوفوا الماتش. إذن كما تشوف اخوتي حنا راه سالينا الماتش دابا الحمد لله. عرقنا ديال بصح الدراري. وي عرقه زوينه الحمد لله. دابا خصنا نمشيو نتبحروا، دابا نضربوا احسن تبحيره ان شاء الله. خليكم معنا ما تمشيو فيه. يلا
الخوت كما تشوفوا حنا دابا يلا خرجنا من المايه تبحيره 5-5 المكان هذا ما كاين لا مواج لا والو حتى البحر ما عامرش بزاف المهم البحر داز زويونه خليكم معنا حنا مازالين مريحين مع الخوت يلا تحيه الدراري دابا غادي ندير واحد التحدي مع السيتمان ديال التراكسيون دونك خليكم معنا باش نشوفوا خلى راسك مزيج انواع بس كتدخل مع روحك ما عرفت ايش كاش حمار حمد الله جاء واسي يا ولا فامي بعد ما دار الأستاذ معاد تحدي مع السي عثمان براكسيون أنا غادي ندير معاه تحدي في الجونغلاج صافي سير على الله حنا غنجربوا معاهم ان شاء الله التشالنج هذا وتنوعدكم بلي غنفوتكم شي دابا نقدموا لكم اخر تشالنج هو ما طيحش صافي اللي طاح يمشي يتلاحيعو ولا 10 تراكسيون يلا سير على الله الدراري دابا نخليوكم مع شوية ديال الجونغلاج مع السيد اللي ربح تشالنج ميسي ديالنا فوالا خوتي راحنا سالينا تبحيره تنتمنى ان دوك اللقطات اللي صورنا لكم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم دونك البروف معاد هو راه عاجبو الحال من حضري لكم الدراري من هذا المنبر هذا تنتمنى الفيديو تكون عجبتكم وباقي الخير ان شاء الله الصيف باقا طويله نتقاسموا معكم ان شاء الله اي حاجه تنديروها باذن الله حاجه اخرى اللي خصكم تعرفوا ان ملي بدينا الفيديو السي معاد تيقول لك والله الا فين ما تنقطع تيقول لي راه الدراري راه كنحس بهم بحال معال يلا تحياتي لكم عائله الحمد لله بيس ليكم الدراري تهلاو لنا فراسكم بزاف ونمشي على بركة الله
بكم. مرحبا. أم سلامة العالم، أحسن تحية لكم.